بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة الخير. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا سكله إنه وافتشيي فرض فرائشي سكمدا إنه مسجدك جماعة كنت كنه أنت أن هلين إلهي سبحانه وتعالى هو وافتشيو خير كورنا الباب دي سنة الله ينوفره شر ما أنت الله ينجح حجابه كلن كو وحوقو قنتي هاي سؤالي هي جوابه وإمامك ميشا وراق الله فردية، لكن أنت وراقه إمامك اللي قارين براروشين ير ونقدر إن شاء الله تعالى بينو كهر مرينينا براروشين تو الله وقضو بان رباين أنكو سوكوبو خطرتا أي ذنوب تو يمعاصد وليهين أي آدمها أوجيستان يدباتضا أي كانتو إن لدل يسوى عمل لفضيستو إلهي النعمة دي سيئو قلد ربي سبحانه وتعالى كو قلي وحد أكتهين إلهي مخلوقات بضن بو أبو ري سبحانه وتعالى إن بضن مخلوقات كمدن وا كرامي قيبها سيقوني اللهم موسي وحاكم إذا آدمه بني آدم كي بشرك ولقد كرمنا بني آدم بإلهي سبحانه وتعالى تكريمك يا ماموسك يا قيمين تلقيمي آدمها لا يسكمان ما قلنا معنى كل سنة هاي نحر يا معنى اللي توغنية وشيدة كانتي إلا وكرامي يلغو ماموسة هديات كسوك ودعضه أما وحي اللي وقود تلقى لي آد لا إيمان ويدو مخلوقاتك كأولي تاد نقونيسا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا آدمه إلهي سبحانه وتعالى نعمة وحوسية عقل اللي داده وحيابها أوقيم بضن عقل قبتنا وحوي إن لك لقرت السمها يحمها شيء قصن إن أتقرتوت كؤاده كحنا إن أتقرتوت كبيده سيدا أنا مدد يرتي ربي سبحانه وتعالى قلت لك لي الدنيا دعات شوكتا قد ما يسات قلف كذا وين مقال كذا شكل كذا مذب كذا قيمة ملها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان وحدد كتب بن آدم كنت هاي الروح ذا إيا معناها كقد ضبن قلبي هذا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة دقب يا واوين قل ترتير شيء لم يده آدم ودا مخلوقات كقيبا إنك فرد واوين وإنك جرم وين مرودي وضارتين تلقي هاي قريقا وضارتين باشا ويش اللي إذا وحيد القرن وعربت إذا وضارتين مخلوقات بضن با إنك أود بضن لكن وحن مخلوقات كبدن كدير وحاوي وحن ملائكتي وحل انت لها المشانة هي عقل بإله نسي ونعمة وي نعمة إن لقى شكريو أي أوبا أنت هاي عقل قلنا وحلوك لقرتا شيء سن يا شيء حن ومهمات كي سقيبت أقيم أبدا هذا حمها قرون ويدو وحا إيمان يا شيء إلهي أكتيسا كوكرا ما يسنا إلهي ما قاني يدرجة ويالي إيه لقى عاقنا إقيمها إيه بطنا إن القرصة فوضي ستو إلى بشر كقارك يكون إيه ردين إن إيه أنبياء الله يا رسوش الله صوت دري أي الله يا مركو قلبي قدنتو أو عقل قدنتو كلا قرن ما هي محاسن إيو محاحن مرهدات كلا قرن ويدا وحي السماء يوحي حما وحنقون يسبهل دقاق دمير اسكا داقية وان كلا قونين نبي ايو نمرود رسول اي اردال ان كلا قونين محال عيسى محال لقح الشوضة
maxaa laga sariigtaa maxaa kugu habboon kala garan maysid. waad garanaysaan xadiidkii xudayfa ibn al-yamani fi saxiix dana khaldam tucrad alfitanu cala alquluubi cuudan cuudan kalxasiiri fa ayu qalbin ushribaha nukitat fiihi nuktatu sawda وأي قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء حتى تسير القلوب على قلبين قبل قلب أبيض كالصفاء إيو قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وحكينا يا قلب قونو دنتو وصمها يحمها وكالقرنواي ومعاصي ذنوبته macaasida iyo dunuubta waxay keenaysaa inaad kala garan weydo shirki iyo tawxiid, inaad kala garan weydo run iyo been, inaad kala garan weydo khaa'in iyo nin aamin ah, inaad kala garan weydo rasuul iyo ardaal, inaad kala garan weydo munaafiq iyo mu'min, inay kuu sinnaadaan masjid iyo kaniisad, gaal iyo muslim, wax walba waa isku kaamid. maxaa yeelay maxaa ku dhintay mashiinkii kala garanayay dahabka iyo digada walihan dahabka baaro maxay wataan mashiinay ku kala gartaan carada iyo dhagaxa caadiga iyo miday ku gartaan dahabka ay ku soocaan bay haystaan mashiinkii wax kala soocaya mar hadduu ku dhinto waxaa weeye wax walba agtaadu waa ka furan yahay qalbigaas marka waa in la ilaaliyo aafada waxaa keena macaasida nabigu waxa lagu wacay alayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina alcabda idaa akhtaa khati'ata nukitat fii qalbihi nuktatu sawda addoonku hadduu dembi ku dhaco qalbigiisa waxaa ku dhibicda dhibic madow bar madow fain huwa nazaca wastakfara wataaba suqila qalbuhu minha addoonka markuu dembi uu ku dhaco bashar baa la waa la khaldamayaay ma khaldamo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii addoonku isgarto dib u noqdo ilaahay u toobad keeno u istikfaarsado alla u noqdo barti madoobayd waa laga tirtirayaa waa laga xuqi qalbigiisa qalbigii fayoobidii iyo cadiinkii iyo dareenkii baa usoo laabanaya hadduu mar labaad ku noqdo haddana dhibic kale asagoon ka toobad keenin buu dembi laba saddexaad sameeyey dhibic kale idan qalbiga waa madoobaanaya ilaa xataa tacluwa calaa qalbihi madowgii baa qalbiga dhan ay hadhaynaya fi jaamici tirmuud garanaysaan wadalika kamaa qaala allahu subxaanahu watacaala kallaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa hadheeyey oo madoobeeyey oo daamurooyey oo dhuxulaya qalbigoodii dunuubtii xumaayay kasbanayeenay samaynayeen qalbiga waa inaad ilaalisaan dunuubta waa in la iska ilaaliyo macaasida waa in la iska ilaaliyo aad iyo aad waa in loo taxadaro xudayfa la yidhi qalbigaas sheegtay ka waran xataa yakuuna qalbuhu calaa lawni shaati alwuxuuri bardaa'i qalbigiisu wuxuu noqonayaa buu yidhi sida neefka adhiga ee bacad kale madowgii imuu isgalo cadiinku neefka bacaacirta la sumayda idaho ku badan yahay neefkaasu kulu noqonaya qalbigiisa waa intaad weliba wax kaa dhaqanya waaga dambe xataa yaswada qalbuhu fii riwaaya qalbigoo dhan baa madoobaanaya kaa marka waa dugaag wuu bahaloobay wuu ceesaya ma jiraan waxaasoo dhiba waxaa keenta waxaa keena dunuubta macaasida dalabatu lcilmiga duqayda dhallinyarada waayeelka nin walbo bini aadan oo muslima waxaa la doonayaa inuu iska ilaaliyo macaasida baryaan waa la fudaystay baashi ninka hadda soomaaliya inooga yimaada markuu wax yar in la joogo innagoo kulu noqonayaa laakiin maalmaha hore islii iyo haweenkeeda iyo gabdhahan aan asturayn iyo xiiranta iyo waxaanoo dhan buu la yaabahayaa susaa u leeyahay buu geedaha dardiri oo baabuurta ku dhici oo dhiqadu jiidhi waaga dambe maxay la noqon idinkoo kale ama anigoo kale yaanan iska keen reebeyni dambe kama lihiin aafo waxaa laga yaabaa noqdo dareenka ku saabsanayd baa ina dantay dhimbil baa bakhtiday
هل قلوب ينوض ضراء فيي وهوش اللي وقر كيبا بختي ولا الدمي محد دمي عورات كي بناي إيشو كده عيسي إلا جس الرجال إني إلا إسكت دور إني بعد مس قلبي ونواجه رض إلى هين سيي نور با كتيرة حماية سما لو كلا قرتا دنوب تعلق إلى عليو أسوق ماشى أسوق فديا نمان نمسك حلو فديا بيد هذين هوي تعلم إيه إلى إلى على ذو درس ده دجها سانكا أفكا إن ذهب قوة سأسجع في قوة الله إلاني مشين كم كل غور ركب في لون يربو لي الود دشين في لون كاسة وحلو أركا وحسو جد بيا قلبي في لون كسمعي أنت لون كقطع عن وارد جها إن ذهب أفكا سانكا وحلو الله غوريا أصلا امتحان كلوي gacmahan lugaha waxaas oo dhan baasaga aafeynay lugta waa in socodka xumaha laga ilaaliyo gacantaadu waa inaad ilaashato aragaadu waa inaad laabto dhagahaada waxaan khayr ahayn waa inaadan ku dhageysanaadan ku maqal idan qalbigaas ha la ilaaliyo nicmadiisana ha la garto nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu ku tilmaamay قلبكم مركم مذوبات وحن قلنا يلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا شيء وناكسن وناكسن هي وصح ورن ماي مدحنا وحيا هذه ماي هذا ما قيس وارد ويد نن عربي هذا وديه ودكتور بروفيسور وحيا لي إلهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلوها اللي كرمها لكن وإلا إذا شو سأقدر أنتان آدم هو قلبه يسمك وانت مشو قاري وحور إلهي النبي محمد رحمه يسنا ومد أبو يري يي وحكوا نكسنا كي أبو جهل يقرش أبو يريس محاجر الله يري حور إلهي يقرش تدك أبو يريس إله وحو أها ديمقراطية أو أقول إن إلهي كلنا ولا ذا لكن إلهي النبي محمد أبو يري وحو أها إلهي ديكتاتور وكل ما يعد كلنا وقلي بل كور رمى هذا مهس برفصور عربي هذا بلا كذا عدوي هل كاسو آدم هم مريا قلبي يسبع دنتي وحن دي مرادية كاهين وفهم هايو نبي محور إلا ما أشرب من هواه كالعود مجخيا لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه حاوي نمي مالو عضي محايد ان صومالي مالو كمدو نين قبض الله صوب بحيل لي ورناك فرح بالله صوب بحيل واقو سيدي ودن كان كتاقنا يبال كسو استاقبور وصاقو فيريا حقو مبادك فيرنا يزالي نين قال قلبي يسو حاق قال لي كلية وحل ليدا دو قال لي ما تعيل دمرادية تعيل وحان وحان مارك هاي إلا أوفنطي خالق رب السماوات والأرض مركب محد كشي قد إلهي فنشدي ما حد كشيء يسبب نوتشي إذا رسول أنبياء الله لله يقول فلما تقتل أنبياء الله من قبله إن كنتم من محسك بدابة إلهي خالق آدمها أبو ربا الله يستع ولا أفلق الدين ولا واحد جود بأو لقول لا كذا كون ولا لقول كفتم ولا لقول مركز لقول هساوية وقلب دين توركي حذيفة وحلا يدي قلب يقولوا دين تسمك وكان كرا حنبا مذوبادي مدبع عضادي بعد نقول هاي ساي بل تصال عنك قرن إنه الانتقال بك النوشة نينك دون أي برين وقاعد قلب يسوع من دنتي إنه النول يا هاي هفيري واحد دكور آد دبسن ترتي إنه دبسن يسين كلامان تفيري هاد دكور واحد دبسن ترتو الدين حمي وقع عرج ترتو حاران على تذا كاه وتكبو ذي زي وهاد عادي كون رغدي ما ركتي هابور إذا قلب يقولك ما هيود وعد دنتي نقول بدي بس فيريو وحيابه وران كسر ريجن شري أو دبسن شري أو الله حما أو الله قلبنا أو الله فول حما أيام ما أنتم حلي هاي أما شيء عادي أما بوكو حرق وضابة سما لو عيد ندرس كان مركو ركود دين مركو الدنبانة كوديو مركو صدحانا كبت در درس كو حمركو ركود دين يعني ليا ديمي دواسكا لا جرى قلبات بانو ملاينا يعني كود دين وامحي والليا روح والليا ويل غير الصومالية لقى كن ميجا أما مال في عن تولى في عن كيم سقط تمق من وطو إيمان هيا كون قارت الديران بمركور الله يا أبي
روحاً ما هي آية ابن آدم بمفضلي الله هراري بمعي سوى أيوه ما المكدي محوصمين ويردوين تيمه وقيمنا يرقابين قيمنا الديني مركز دنبنا سيئيه كده رنبو صمين أستقاب الله يا أبا هيا إلا ننمي هذا كي يمدون مقالة إسكيه لأدلتك وقدران سمتا قانا وحود هدا دوني يسفدنا دينا يكو أصيبتي إنك لنادك لوقاته وحي الشلي منكر كلها حاران إيا حق دره ما أنت إنا تقونسان يسود كديري سيينك لك لهبسو شيء شلي كل بنانا ما أنت دو حرام كل النقدو هذا واحد دليل إسبدلين أركت الشرع وسكر دين ملها دليل سكر دين مشرو محاكو أصيبي فتنة القلوب وإياكم والتلون في الدين بمركز دنبي لحذيف إسرقة يبرق ليس الدين تسكيل عليا هل مال والحق أرى تقصعه سيد مسكيان لا داقم بوري هذا غور بيدك شيء مصب عليه مصب محطة وقصعته ما توصل بحديد سامح وترى ما كان صعته وحلو حن ليه هاي وحكم دافي حاجة وحجر أفكار لهل وحاجة جر أفكار لهل مركب حبا يسوق دافي بان إسلام ده سومالين بهذا الكلام بحيس إبراهيم النقع عود كانوا يكرهون التلون في الدين ويرونه شكا في القلوب أصحاب رسول الله أو أصحاب عبد الله المسعود الكبار وحيد بسنجرين إسبدل كدينيت وحين وارك جرين شك قلب هذا كتر إنويا مرك وربا إيمان كات شيئان يسي مبادئ هذا مدو وير يسي يان تبربض ني نم بدر كيس الله باتن صرو توحيد كشرح هاي أو منابر تجراع هاي هو الله بدا قول أبو كسي ديرية واجد نم بعد مقلة يسه دولة مرتدة يوميل تولا غوبرناتور أجيء برلمان كي بوكو بيراد مقلة محكمة طاغوت وفديا بعد مقلة يس هيبر برلمان أدورته واتقال أوله وصديق أيضا نفط نجع قاضي الله باتن صرو كور بير كنجع حشري وحاسورن برق ليس يدنيس بالسكاها ويرونه شكا في القلوب وشك قلبك كتروها يقين حسن البصري قال ما هو الايمان وحول الصبر وما هو اليقين الثبات في دين الله يقول يقين محيطها والدين كنت قصر ناطه وحكوف السريا مرادفك اما لازمك بكوف السريا حال مركز الشيخ السر نبا الرميسان تهي وأتكو أتكيس وحو البردعة دقال كده أحمر سيدنا علي يريشا يا مانع على صراح لقى قاتي ريح جازي ريم مدينة يمكن ريشا من تي صور رسدن با الفه الله قاتي عمار بن ياسر دقال لما يو علي بلو السعودية وحو أركين من بضان الله كعي يصغي عيدين كسور نبو مال الله سيبادو وحور إلهي بان كل دارتي إلهي من عرف كضيع عرصدا أنا حق تاجر أيضاً أقول أيقون أي بعض الكتاجين. سماله وركضوا معي يقين تهدو. ها. وأنتو قانصر رينك سماله يقين تيس. إلهي بافحن. قرمي شقيسانك سماله. أنتو قانته وحقوا يردام حضوا مسنتي. وأخير إلهي باسخير وأخير هولها قرمي سعداء. أنت شيبك سقيان يا هاي شيبك هذو ما دوره يسبدله هيا إلهي ما قدري بوله مر والبوينة إلهي ما فحن وخير يعني يقينته اسمه بدشو برق ليس يقول ملك ما يرعشده وعشك كتيرة قلبي هذا ثبات كذا يقين هذا ير كلمة سو حوية قلبك هلا إلالي هلا دوره مع سيد هلا إلالي سانتا من ريو دوفار الله نقنين ودد الدنيا اسكو خلدمين وأولي أردال اسكو خلدمين وأولي أنكسان اسكو لبين قلبك هلا إلالي مع سيد يذنوبتا نبي قال لقوري عليه الصلاة والسلام أربع إذا كنا فيك فلعليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أفر حالة هذه لجاهلة الدنيا دي بكذا محكوها هي نبي حرا أفر حالة هذه لجاهلة الدنيا وحي كنا فيها خير كلا على سكوم هاي أفر تنا بوحين ولا ما يستري أفر تنا الدنيا كرنا وآخرة كرنا أوحى البكو أوجا
ayada hadii laga helo wixii ku dhaafay adduunka waa laga samri karaa. Midda koobaad xifdu amaan, wixii Ilaahay kugu ammaansaday oo diintaada oo caqiidadaada oo cibaadadaada oo waajibaadkaada oo mas-uuliyaadku rabbi ku saarood ilaaliso dhowrto xuquuqda iyo ammaanaadka aadamaha kuu dhibtayna aad iska dhowrto. Hadda waa isku dhammaatay midda ayadu tii bini aadamku ayadu iska daa tii allah wax yar ka sii wasuusi leeyahay halkaadaad u dhaqaado oo suuqyaha tagto ood soomaaliya dhex qaado nimaad aaminto inaad hesho way adag tahay ama maba helaysidba waa dhaweyd baa nin xugu shilama ii keenay curi sheekh uu xaji xadhan uma xajin karee waan inaan ku kala tagaa laga yaabaay hebel u dhiiba ninaa markaa anuu tuhmahayay soddon sanoon aqaanay inuu nin aad u qiimo badan yahay asagaa baa laiska soo galay buu rumaa sidee waa dhaweyd buu kan sameeyey kan sameeyey kan sameeyey ree hebel soo garmaysaa in hebel buu sidaa u galay. Ammaanadii aadamuhu hadda ma aha sheeke hadda waa xaq dhab weeye hadda haddana ka baqayn waxaad tiri casaanow dadkaad magac dhowdaayo magaca daabaad ijraadeen waan iska daynaya laakiin waa xaqiiqo jirta. Waagi hore culimmada lagugu carari jiray hadda shilimada iyo wixii la dhiibayo hadda iyaga eedda ka taagan wadaaddo warkooda waad ogtihiin wargaalkii baan u yeedhi xiliyii qaxootiga ka dhacday waagi soomaaliya gaalkii baan u yeedhi wadaadka ka sii alay leh raashinka gaarka cadaanka baan u yeedhi inta wadaadku baasha kala tuuri wadaad raashin miis hayo oo bakhaar ka shaqaynaya qaxootiga raashin ka qaadanaya baa xoog wax isdaba marin lagu arkay gaalka cadaanka raashinka keenay baa lagu dacweynaya islaanta waxay tiri gaalkii baan u yeedhi ninka oo wadaadkii raashin ka sii ilaali yacni wax la isu dhaafay ma jiro meel inoo caymata ma jirto xifdu ammaana wuxuu alla kugu ammaansaday oo adiga naftaada iyo mas-uuliyaad kale ilaahay aadamha kuu saaray caruur baa mas-uul ka tahay haween baad mas-uul ka tahay ammaanaad kalaad haysaa ammaanadu way fara badan tahay mid khaas iyo mid caamaba waa qodob intaan ninkii laga helo maxaa ka maqan inaa caradan ammaanati way cala samaawaati waalard idan ammaanadood ilaalis xifdu ammaanatin waa nambar kow wa sidqu xadiidin ereygoo run laga sheego beentu hadda maxay noqotay ree magaalnimo hebel baa waxay wado saasa oo rebaadi ataad leeda maad saa u dhihi weyda waxaad u sheegaysaa been aan shuq lagu lahay ninka runta taabta waxaa leeyay waa maxay waa calal fitra waa hadduu soo ruculeeyey weli waa ahay asa iska sug isagaasi macan u dabaalan doona khaayinka beenalaha baysaani iyo ree magaal baa loo yaqaanaa iyo xariif waa nin raga dirc weeye xubinkiisa la cuni maayo cadkiisu dhulka dhici maya lagu leeyahay sidqu xadiid waa horey ku daysay eray in run laga sheego waa horey ku daayay waa naadir sidaan u kala been badan nahay u kala been yarnahay baa hadda miisaanku maraya maba aha ayaa run low ah nin walba meeshuu biyuhu u joogaan unbaa la eega hadda ilaahay na asturo sidqu xadiidin wa xusnu khaliiqatin dabeeca wanaag haddaad ammaanada ilaaliso wixii eray iyo hadalna aad runta ka sheegto dabeeca wanaagna laga helo xusnu khaliiqa xusnu khaliiqa dabeeca wanaag waa taqaanaa culimmadu way khulaasay nima meel buu ku dhuftay waa weji furan iyo dadka waxaad tari karto oo tarto iyo dhibkaadood xaslato waa intaa dabeecadu wanaagsan waa intaa aadamaha iyo bini aadamka iyo muslimiinta wixi aad tari kartay wanaaga tar af iyo adinba dhibkaadana ka xaslo wejigana u fur طلاقه الوجه انت سوي حسن خليقه وك الله سو اوروري بدل الندى وكف الاذى وطلاقه الوجه انت سي علماء كو اوروريين طبيعه ونا انت هديا لغا هلا نينكا و خو هيلي كران امدا ان كحس ان كحسدينين دبكي سنه كا الاشداي وشيغنا او فرفورا ايدنكو سو هلا waabaad fadhidaane intaad ummadda dhex qaataan ka keena anugu waa ka waaye wa xusnu khaliiqatin maxaa ii dhiman wa cifatun fii tucma iyo waxaad quudan ood iska ilaalisood xalaal un quudato dhowrsanaan xagga hunguriga xagga dhuuniga ah hadda nin walba uun siduu uun xugo badar ama biil ku helaan baa laga tashadaa mooyeene
ma xalaal baa ma xaraam baa laysma weydiiyo ninka hawshaa ku mashquulo warsheega ma bannaan yahay wadaada u bal u kaado warhebel waan iska fiirino waxaa le adugu waaba dambaysaniyo war meeshan waxaa loo baahan yahay in kilooyinka wax layskaga bixiyo meeshan shaqay u baahan tahay nairobi shaqay rabtaa haddii kale ninka kukubiyo gurgala waa saysaan yacni waa cifatun dhowrsanaan fii tucma nabigu wax kale ma sheegin muxuu u sheegay hawlihii jidiinka waa meesha ugu daran asaasiga biyuhu waa iska tabac dharki iyo waxaas waa iska tabac dhuunigaadi iyo wixii jidiinka marayay hadduu aada xalaal ka dhigto wax kaan la wada hagaajin sidaa darteed baa sufyaan athowri wuxuu yihi raxmat ullaahi tacaala calayhi laa astashhidu saaxiba ciyaal buur anoo qaaday oo gar ku jira haddii la ii keeno makhraatiyaal anaa garta iskale la doodo mudaci mudac calayhim yaa markhaati kuwa toban nin oo saaxiib ciyaal hadduu keeno markhaatiyadoo qaban mahay buur maxaad u qabanayn saaxiib ciyaal gob ma aha saaxiib ciyaal faqiira oon tabar gacanta wax ku haynin gobonimo waa isdaayeen ilaa man raxima rabbuhu markuu u yaryahay markuu dayn qaadanayo been daldali islaanta xalay ma seexan ninkii yara xalay waa manqaday caru dab looma shidin aniguna shalay baaba igu dambaysana luuntaba toban kun oon isbuuc ku keerakee isbuuc maxaysu bedeli toban sano saaxiibi ciyaal faqiira ceebtiisa lama asturin xilligan hadda aynu joogno hadduu salafkii qarniga labaad ay leeyihiin ma galahayo makhraati maxaad hadda moodaa kun iyo saddex boqol oo sano kadib howlaha cuntada iyo raashiinka iyo waxaad baadeed qadanayso aada la iskaga firiyo xalaasha la miirto waa naadir way adag tahay aada bay u adag tahay xataa adugu haddaad xalaal miirato dadaasho waxaa laga yaabaa inayba kugu adkaasad ku noolan lahayd hadda meelaha qaarkood hawshaas aada ha la iskaga ilaaliyo qodobkii ugu dambeeya waqtigi waaban qaartan u malaynayaa waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiisa badan ee laydiin galay ee rabbi inoo galay yaan la quursan caqligu waa nicmo islaannimaday diinkaad haysataan waa nicmo waa lambar kow qaabkaad u abuurantahay quruxsan waa nicmo caafimaadku waa nicmo kashalladnaantu waa nicmo towfiiqdan iyo hidaayadan waa nicmo nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala yaan la fudaysanin fudaysuna wuxuu keenaa shayga nicmada waaga dambe inuu caadi iska noqdo adoo caafimaad qaba oo saaka qureecday qadeeyey baa laga yaabaa inaad aaminsan tahay inaad wax nicmaada haysanin ood hanqal taagayso oo inuu wax kaa maqan yaad aaminsan tahay nicmada ilaahay ee fara badan waxay u baahan tahay in laga shukuriyo qaabka looga shukuriyo waa dhowr qodob qodobka koowaad alictiraafu biha wa bianwaaci wa ajnaasiha inaad nicmooyinka ilaahay kuu galee fara badan caafimaad caqli da'yaraan wanaag midabka qiimaha badan intanoo wanaaga waa inaad horta ictiraafsan tahay shayga goormaad ka mahadnaqdaa horta ictiraaf ba alxamdulilahi ba dhihi mayse waad iska bixi warebel kashaa soo cabnay laba koobashaa ku dhufa biyo cab alxamdulilahi ma laha kii shubay loo mahadnaqi maayo allihii waafajiyey loo mahadnaqi maayo allihii bixiyey shukran lama laha waa maxay waxo dhan waa iska caadi waa iska dhaqan jira magaalo joog weeye shalay baan bixiyey adugu maantaad bixisada waa iska caadi wuxuu dhan muxuu noqday biyaha la isoo dhigay kama mahadnaqahayo imaamkiinan xaq ugu lahaan moodahaya hadda yacni nicmooyinka ilaahay in la ictiraafay u baahan tahay intaasoo nic hadda hadda intaad guri ku noqoto isxisaabiso nicmooyinku rabbi kuu galay ma xisaabin kartid laakiin caada inoo noqotay almasaasu yudub alixsaas miyaa la dhihi jiray wuxuu hadduu in badan ku tataabto ama kaa agdhowaado aga dambe ma dareemaysid nicmad baa intay inaga baatay oo agteenna iskorkortay baaban loo arkayn inay tahay wax nicmaa in la ictiraafo maxaa xiga nicmada ilaahay ku siiyey in loo kaalmaysto wixii loogu talagalay ilaahay caafimaad buu ku siiyey caqli buu ku siiyey islaanni buu ku siiyey xoog buu ku siiyey lixii lixaad baa kuu buux waxba kaa maxaad la rabaa inaad u adeegsato nicmooyinkaas ujeedadii lagu abuuro ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala inaad af iyo adin ka muujiso ilaahay oga shukrido oo lagugu arko
اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور عمل كبا شكر أو مهنق أو حمد أو وناقة وإن لقاهله الله تماده قضب ككليل كينا إن أتكشكر ذو حوي وإن أيدي إن يكبط رامسات كإلاليس سمال ذو ويقان ورهب المحاق دعي حوله باوالي يكولي ورحو العاطف سأقل أيها وهين لأيها ويكبط ميل ورقو لأيها أيضا ودا مركز لما تم سيد قلي الدناء فراك قد يقولي أيضا النعمة هاي وإن يسن كوالين ودرتنا هذا حقوق مركز وعلى يشو هذا كوربانو نمان صاحبنا الدعايدني وعقولي نينكي حقوق هلا اسلي وكقوراي وحودك حقيقة بالله بكلاني سوتسي وقدم بنا هل قامي كلشوي وحمق سلا قطرون قايب كدعي وانت اسواس كفتر اله يطوقوا نعمه اني كام وقتوا جعليا ان الله اذا انعم عبدا على نعمه على عبد نعمه يحب ان يرى اثر نعمته عليه اله ادونك زادوا نعمه يحب جعلي هي نعمه اني كم وقتوا ما دنا درق عزو حرتوا محي إلهي نادو الشكر ذو عبادة بدن خير بدن صدقة بدن وناك بدن مساكين وحلا ترو إيو أذيك الله فهل يسكى هكاكي نعمة مركة يسن كبطرا منهم كوال مركة كواش محا إيمان أيضا المقصود موضع يسا أليه منعم كان ودي اللو بيسا أيضا سنبات كبات تولي ود كتو من أيضا ساد موضع يسا إنا يباشو كردان تاي وحكر ديرو حكا دربية كحيقان وسنشري أليه منعم كان بحيي بادكو هالمانسين أيضا تكون مشغولي وأقدم رد الشيطان باكا شقي سري إخواني هذا الكوار ديري وحنا قدن لها برا وجنت يرتا إلهي سبحانه وتعالى لقى عبسوده هذا ما هو وانا قال ترك راه الله ترو نبكي اننا كحس لذا معاصدنا اسكا الالية وانا قال اسكو كالميست حماها اسكا قبتا انت صلى الله وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.